أنا البطل. صباح الورد، مرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا تسمعوا فينا على 93 او على www.hayat.fm. برنامج انا البطل يجيكم كل نهار احد كالعاده، ضيف جديد سواء في الرياضات الجماعيه او الفرديه، كالعاده في كره القدم. بعد ما شفنا الاسبوع الفارط لاعب في اكاديميه خاصه في كرة القدم، اليوم حارس مرمى في أكاديمية خاصة أيضا في كرة القدم، باش يكون ضيفنا اليوم. قبل ما نتعرفوا على الضيف متاعي، باش يكون في تأثيث الحصة، باش يرافقني اليوم نوفل الشرطاني كالعادة في تأثيث الحصة، إخراج التقني، في الإخراج الرقمي محمد قداح، في تمرير الصور سيف، شكرا خاص ليه. كوتي ميكرو عبد الله الحطاب. ضيفي اليوم الحارس عبيد الله المناعي، مستقبل كبير ينتظر هذا الحارس. مرحبا بك عبيد الله. عايش؟ لاباس عليك؟ لاباس. اش تقرا عبيد؟ نقرا سنه رابعه. وين تقرا؟ مدرسه الخوارزم. اه، قاعده جبت معادل 17. انا نتذكر الاسبوع الفارط عنا لاعب جاب 17.5، وكذلك عنا الحارس 17، وهذه الحاجه اللي تفرح برشا. فما مراوحه بين الدراسه والرياضة، يعني حاجة باهية برشا. ايه، حراسة المرمى، علاش ما اخترتش لاعب عبيد الله؟ خاطر هذيك لقيت اللي تساعد. باه، انت مغرومة قبل بحراسة المرمى؟ اي. باه، وعلاش ما مشيتش قبل كلاعب؟ شكون غرمك بحراسة المرمى؟ لوحدك هكا تغرمت ولا عندك شكون؟ بابا غرمني، وكنت انا ديما نتفرج على حتى كل ماتش نركز في الجول، وبعد بديت تغرم بشويه بشويه. شكون ابوك اللي غرمك بحراسه المرمى؟ محمد المناعي. هاي مدرب حراس الشبيبه سابقا. هاي. وحاليا ايش يعمل؟ مدرب حراس. مدرب حراس الامارات. هاي هو اللي غرمك؟ غرمني بحراسه المرمى. باه، شكون اخر في الدار هكا مغروم بالرياضه وزاد غرمك؟ خويا. شكون اخوك؟ خويا عمر الله المنيع. عمر المنيع. هو مغروم بالكرة القدم. باه، قداش عندك تتدرب في الاكاديميه؟ عندي عام. باه، اكيد عندك عام تتدرب في الاكاديميه. باه، شكون يدرب فيك في مدرب حراس في الاكاديميه بتاعك؟ يدرب فيا سيدي ادم. سيدي ادم. اي، يدرب فيك بحراسة المرمى. اكيد طموحك نهار اخر طموح كبير، شنو طموحك نهار اخر عبيد الله؟ بحب نكون حارس كبير، ونحب نكون مجتهد في الرياضة نتاعي. كيما شكون تحب تكون حارس كبير؟ شكون اللي يعجبك؟ كيما بابا. باه، بخلاف بوك، فماش واحد هكا في تونس هكا حارس مرمى يعجبك؟ تحب تكون كيف؟ عاطف التخيلي. عاطف التخيلي، حارس تاع شكون عاطف التخيلي؟ حارس النادي الافريقي. باه، حارس النادي الافريقي. باه، وفي الخارج في العالم في اوروبا شكون الحارس اللي يعجبك البر؟ نيير. اه، يعني تحب تكون كيف نهار اخر؟ باه، تصديت لضربات الجزاء ولا؟ تصديت. تصديت لبرشا ضربات جزاء؟ ايه. باه، كي شاركتوا في المقابلات ولا لي تورنوا الكل، اكيد راك منعت اصحابك هكا وشديت ضربات جزاء. اي. باه، مش ناسلك عبيد الله، القرايه اكيد فما توفيق ما بين القرايه والدراسه نتاعك، يعني تلقى في برشا صعوبات باش توفق ما بين قرايتك والدراسه ولا؟ لكن تبدا منظم وقتك، تبدا ما عندك صعوب. وانت منظمه ولا؟ اي. القراية وقت القراية، قراية وقت وقت ال لترمول. باه، وقتاش ترقد انت؟ نرقد 9. 9 متاع الليلة؟ ما تسهرش؟ ما نسهرش. باه، والصباح تترنوا الصباح ولا العشية؟ ترنوا العشية 6:30. معناها تقرا، بعد ما تقرا تروح وبعد تمشي تترن. نحضر دروسي وبعد نمشي نترن. باه، وقتاش تحضر دروسك، في النهار ولا في الليل؟ في النهار. في النهار. باه، وكي تلعبوا في المقابلات، باه، فما شكون من العائله يجي يشجعك غادي؟ فما شكون من العائله يجي يشجعك؟ لا، انا وحدك تمشي تلعب غادي،
كل شيء خاطر بوك اكيد في الامارات يعني كي كان لهنا كان يجي ويواكب كان يمشي معي. باه شكون الفريق اللي تحبه في تونس وبيض الله؟ الشبيبة القيرواني. تحب كان الشبيبة في القروان؟ نحب زاد النادي الافريقي. وشكون الاول تحب الشبيبة ولا النادي الافريقي؟ الشبيبة. وكي يجيك عرض من الافريقي تمشي الفريق ولا تبقى في الشبيبة؟ نقعد في الشبيبة. ثابت تبقى في الشبيبة؟ اي. باه تبقى في الشبيبة. قعدت تبع تو في الشبيبة ولا في الاكابر مقابل تحت تعرفهم الملاعبين تاع الشبيبة تو ترى سامي لي شكون؟ محامي الشرطاني ديفونس الشبيبة. بل اه محمد المتيري المتيري محمد امين الحزقي حارس الشبيبة. شكون اخر حارس اخر بخلاف الحزقي؟ يوسف السعيد. يوسف السعيد اه. وفي الوسط نتاع الشبيبة تاع جمالي. جمالي اه. محمد الصادق الجمالي. هاك عرفتو اي. وشكون اخر؟ وسامة المتيري. وسامة المتيري اي. وسامة المتيري باه. تو انت جبت محمد امين الحزقي ويوسف السعيدي. محمد امين الحزقي عمره صغير وموجود في الاكابر، يعني نجم نشوف عبيد الله حارس صغير عمره صغير نلقاوه في الاكابر. اي. شرط شنو باش نوصلوا للاكابر نحن؟ لازم نحط في قلبي ونخدم على روحي وما نبداش نفادلك، ولازم نبدا له بالمدرب بتاعك يبدا يفسر في لونترمو، ولازم نبدا ننظم وقتي، وقتاش نترينا، وقتاش نقرا، وقتاش نرقد. وانت عبيد الله كي يبدا يدرب فيكم مدرب الحراس تركز معاه كيفاش يشوط الكور، كيفاش يقول لك اقف غادي، كيفاش تتبع الكره بعينيك؟ اكيد. وهذيك الحاجه البيه. اي. وشنو اخر تعلمته من عند مدرب الحراس؟ لازم نكون كي معناها يتسجل عليا بونتو ما ندخلش بعضي، نبداش نعيط على اصحابي، لازم نشجعهم نقول لهم مايا ما يصيرش نعدلوا، لازم ديما نشجع في اصحابي ونبداش نعيط عليهم، نبداش نهم نعيط على تو انتم عبيد الله اصحابك الكل مع بعضكم، تقعدوا ديما مع بعضكم، تمشيوا تخرجوا مع بعضكم، ديما قراب لبعضكم. هاي. وحاجه باهيه ولا؟ حاجه باهيه. وعلاش ديما هكا ماذا بينا نكونوا قراب لبعضنا اصحاب كل مع بعضنا مجموعه لحمه واحده؟ خاطر نجموا نستحقوا لبعض. وفي التيران تستحقوا لبعضكم ديما؟ اي. باهي باش نسلك سؤال، اكيد انت توا تترينا عندك عام، فماش مره مشيت هكا مؤخر ولا غبت ما مشيتش تترينا؟ شيء غبت مره خاطر كنت عندي امتحانات ما نجمتش نمشي. اه. اما في المقابلات الكل حضرتهم؟ حضرت. باه. شنو هي الحاجه اللي حسيت روحك في مقابله ربحت اصحابك في اخر دقيقه، ولا انت جبت لهم طرح وهزوا الكوب ولا؟ في برشا ماتشات ربحتهم، حطيت في قلبي وقعدت خليت اصحابي في الطرح. وانت توا اكيد تتبع في المقابلات وتتبع في البطولات الاوروبيه وتتبع في الشبيبه، كيما باش نسلك سؤال في الشبيبه القيروانيه اكيد تتبع توا في حراسه المرمى. باه. محمد امين الحزقي او يوسف السعيدي شكون الحارس الاول توا اللي قاعد يشد اساسي؟ محمد امين الحزقي. محمد امين الحزقي. باه. وشكون الحارس الثاني؟ يوسف السعيدي. باه. يوسف السعيدي هذوما الاثنين هل انهم هما ابناء الشبيبة القيروانية ولا منتدبين من فرق اخرى؟ ابناء الشبيبة القيروانية. باه. باش نسلك سؤال اخر. باه. محمد المتيري شنو هي الخطة نتاعو؟ لازم يكون الخطة نتاعو يلعب مهاجم، يلعب وسط ميدان. يلعب وسط ميدان. وسط ميدان. باه. الهدف الاخير اللي سجلته الشبيبة ضد جندوبر هذايا ضربة جزاء، هل سجلوا محمد المتيري ولا سجلوا أسامة المتيري ولا محمد المتيري؟ محمد المتيري. محمد المتيري. وشكون هدف الشبيبة؟ هل أنا محمد المتيري ولا حسن المولي ولا محمد المتيري؟ محمد المتيري. اللي هو هدف الشبيبة. يعني أنت بالرغم حارس مرمى لكن قاعد تتابع في الأكابر الملاعبين تاع الشبيبة القيروانية. أي. باهي. باش نسألك سؤال، الصحة اكيد عندها علاقه بالرياضه ولا؟ شنو الفوائد الصحه على اللاعب؟ لازم يبدا عندي ماتش ما نصارش برشا، لازم نكون
معناها نرقد بكري ولازم ننظم وقت الماكله نتاعي. باه. والفوائد نتاعها على شخصيتك انت شنو واش تبدلك في الشخصيه نتاعك؟ اكيد عندها فوائد. تبدل لي اللي نكون معناها حاط في قلبي ونترينا ولازم نكون صحابي من كي معناها كي يغلطوا ما نبداش نعيط عليهم. وشخصيتك تولي قويه ولا ضعيفه؟ تولي قوي. باه. وشخصيتك نهار اخر حتى الموهبه نتاعك يتم الصقل نتاعها، كيفاش شرط شنو الموهبه نتاعك تولي عندك موهبه تولي؟ لازم نحط في قلبي نبدا نترينا على روحي ما نبداش نتفادلك ونبدا كيما سيدي يبدا يفسر في الانترمون لازم انا نبدا مركز معاه. وذاك شنو قوه الحارس المرمى نهار اخر يتحمل المسؤوليه في المستقبل. هذاك يتسمى حارس ناجح ولا؟ يتسمى حارس ناجح. باه. في الختام عبيد الله، علاش كنت تحب تسلم؟ نسلم على عائلتي ونسلم على صاحبي امين ونسلم زاد على صحابي اللي ترانيو معايا ونسلم على صاحبي اللي قاعد تشجع فيا برشا محمد امين السبري. كهو كان هذوما تسلم عليهم؟ ونسلم على سيدي ايف. كهو؟ وبوك ليه؟ نسلم عليه. هاي تسلم عليه اللي هو موجود في الليما في الامارات. في الامارات. بي. شكرا لك عبيد الله حارس مرمى، نتمنى له التوفيق كما كان يحكي ان شاء الله نلقاوه في اكابر شبيبة القيروان، ومش شبيبه يمشي للدوري الاوروبي ما نشوفوهوش في فريق تونسي اخر كما قال نحب الشبيبه القيروانيه. شكر خاص لنوفل الشرطاني اللي كان في الاخراج التقني، محمد قدح في الديجيتال، سيف اللي مرنا الصور، عبد الله حطاب كان كوتي ميكرو. ملتقانا الاسبوع القادم في حلقه جديده وضيف جديد. شاي طيبه للجميع. انا البطل.